في الأملج الثمار، يعني ما فيش أي اختلاف فيما بينهم، والحقيقة فوائدها عظيمة زي ما احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة والأسبق. بعد كده النهاردة هنكمل على فوائد الأملج بالنسبة للبشرة. فوائد الأملج بالنسبة للبشرة فوائد عظيمة جدا جدا في شد الجلد وفي إزالة، زي ما هنشوف دلوقتي مع حضراتكم. الأملج يعمل العجائب لبشرتك، حيث أنه يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى. وبعض من فوائد عصير الأملج للبشرة هي على النحو التالي. نشوف النحو التالي ده إيه. تفتيح البشرة. المواد المضادة للأكسدة اللي موجودة فيه مواد كتيرة جدا، وفي منها فيتامين سي الموجود في عصير الأملج، يعمل على تبييض البشرة وتوهجها. الحقيقة في نقطة مهمة جدا هنا هشرحها، شرب عصير الأملج مع إضافة العسل أو وضعه على الوجه أمر رائع لجعل البشرة أكثر نضارة، لسبب لأنه أساسا في مواد قابضة، والمواد القابضة دي بتخلي الدم يتوارد لإيه؟ للبشرة كويس جدا، فيسبب النضارة. بالإضافة زي ما احنا هنشوف ان هو اساسا انتيسيبتيك، زي ما قلنا. يعني ايه انتيسيبتيك؟ يعني حتى لو احنا جبنا العصير المجفف، قصدي الاملج المجفف، معلقه منه وحاطين عليها نص كوبايه ميه بتغلي وبنعمله ماسك ونسيبه لمده ربع ساعه على الوجه، بيعمل يعني حاجات كتيره جدا. اولا بيشد الجلد كويس جدا زي ما احنا هنشوف، في الوقت نفسه بيعمل النضاره اللي احنا اتكلمنا عنها، بيزود الكولاجين. نشوف